تربى على القتال والمعارك من صغره حتى كبر وصار يقود أضخم الجيوش، وكان يقاتل من دون درع ويحمل سيفين في يديه الاثنتين. وبدأت تظهر عبقريته في التخطيط العسكري وبراعته في قيادة الجيوش، حتى سجل في التاريخ كأول قائد عسكري لم يهزم هو. ففزع الصحابة رضي الله عنهم، وقام كل واحد منهم على سيفه وسلاحه وخرجوا. ما كانوا يعلمون ما الذي حصل، وإلا بخادم النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض يلتقط آخر أنفاسه. عندما تهيأ الفريقان للقتال في بدر، خرج 6 من الفريقين المبارزة، 3 من المشركين و3 من المسلمين. فخرج من المشركين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. ولكن العجيب إن خالد بن الوليد رضي الله عنه ما خرج معهم، وكان ضد الخروج والهجرة إلى الحبشة، فقرر بأن يجلس في مكة بنفس هذا الشعور. تعلم أن هناك صحابي سبق الجيش كامل وهو على قدميه، والجيش كامل راكب على الخيل، يعني كل الجيش كله فرسان إلا هذا الصحابي كان في الجيش راجل، صحابي أصفر اللحية يسبق الخيول ركبا على الأقدام، وقناص إذا رمى نادر جدا بأن يخطئ. وبايع: والله يا رسول الله، لو تخذ البحر لخذناه معك، والله لن نتركك وحدك يا رسول الله، لن نفعل ما فعله قوم موسى لموسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون.